بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نكمل مع بعض المحاضرة الثانية من الـ ENT End Year Revision for Undergraduates. وزي ما اتفقنا من المحاضرة اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيها عن نظام الـ Practical، وعرفنا ان هو بيبقى 8 سلايدز، كل سلايد بيبقى عليه 5 statements true and false، وكل واحدة بيهم عليهم درجة، وبالتالي بيبقى المجموع الكلي للدرجات بيبقى 40 درجة. وزي ما اتفقنا من المرة اللي فاتت قلنا ان مش بيبقى على مونيتور، لا هيبقى غالبا البيبر دي برينتد عليها الصورة وحضرتك بتجاوب الاسئلة، واتفقنا ان كل صورة ليها كلو معين لازم تبص عليه وتدور عليه، يا اما في الهيدنج يا اما متوضح لك على الصورة نفسها قبل ما تبص للستيتمنتس. خلينا ما نضيعش وقتنا لان المحاضرة دي بتبقى طويلة شوية، فخلينا نروح على اول سلايد في الريفيجن بتاعتنا. طبعا انت عندك الصورة باينة جدا هنا، شايف حاجة يعني سبوز ان دي اير، وسبوز ان هنا في حاجة لونها براونش كولر. طبعا حد يقول لي انا اعرف منين انها اير؟ طبعا بتقرا الهيدنج اللي موجود. This patient is complaining from diminished hearing of 1 week duration. هل يا ترى هنا في اي كلو ليا؟ طبعا كلمة 1 week duration دي معناها انها حاجة جديدة، حاجة اكيوت، حاجة حصلت الفترة اللي فاتت بسرعة. فارجو دايما خد بالك من الديوريشن، لان لو الديوريشن لونج شوية ممكن نمشي في سكة الكرونيك ديزيزز. طيب This patient is complaining from diminished hearing، ما قلتلكش pain، معنى كده ان انا كمان مش بكلمك على painful conditions او inflammatory conditions. طيب ايه اللي هيعمل pain للمريض؟ ايه اللي هيعمل diminished hearing للمريض وهو 1 week duration ولونه بني؟ طيب الواكس، الامباكتد سيرومن. طيب associated symptom might be vertigo. هل يا ترى الواكس ليه اي علاقة يمين او يسار بالفيرتيجو؟ definitely دي false statement، لان طبعا الواكس بيبقى في الاكسترنال كانال ملوش علاقه خالص بالديزنس. ذا ريزلتنت هيرنج لوس تايب از سنسوري نيورال هيرنج لوس. ايه رايك انت بقى؟ هل ده ليه اي علاقه بالاوديتوري نيرف؟ ملوش، هو واقف على الاكسترنال كانال ما بينه وما بين الدرام، وبالتالي هو بيمنع الكوندكشن اوف ذا ساوند ويفز، وبالتالي لما هيعمل هيرنج لوس هيعمل كوندكتيف. يبقى الجمله دي غلط والجمله دي غلط وملناش علاقه لا بالفيرتيجو ولا بالسنسوري نيورال هيرنج لوس. ديفينيتيف تريتمنت وود بي اير دروبس. ارجوك خد بالك من الحته دي لان الحته دي ممكن تخدعك جدا في الامتحانات. هو تريتمنت يا دكتور مش اير دروبس. انت الاير دروبس اللي بتاخدها اللي هي الجليسترين باي كاربونيت، اير دروبس دي بتستخدم عشان السوفتنينج، يعني انت بتاخدها علشان تنعم الشمع الموجود في ودن المريض، ثم بعد كده يا اما تعمل له ديفينيتيف تريتمنت اللي هو الاير ووش او السكشن او الدراي موبينج لو حاجه بسيطه. فده مش الديفينيتيف تريتمنت. ديفينيتيف تريتمنت از ريموفال اوف اير واكس باي اير سيرنجينج اللي هي الاير ووش او باي سكشن، لكن الديفينيتيف تريتمنت مش الاير دروبس، يبقى الستيتمنت دي غلط. This type of pathology might be evident after swimming or taking a bath. ايه راي حضرتك في الجمله دي؟ ان الباثولوجي انت عارف ان السيروميناس جلاندز موجوده في الاكسترنال كانال، وعارف انها موجوده في الاوتر 1/3 زي ما اتفقنا اللي فيه الهير فوليكلز، وزي ما اتفقنا ان الواكس ده مش مرض، الواكس فيه ليه فايده واشهر فوائده ان هو بيعمل بيبقى ريبلنت للحشرات. قلنا الكلام ده كذا مره قبل كده، قلناها في محاضرات النظري بتاعتنا على اليوتيوب زي ما اتفقنا. طيب معنى كده ان الواكس في حد ذاته مش مرض، لكن لو زاد عن حده وبدا يقفل الكوندكشن اوف ساوند ويفز ساعتها هيحصل هيرنج لوس. طيب هل ده بيبقى واضح بعد السويمنج او تيكينج باث؟ تقريبا 90% من المرضى اللي عندهم واكس هيقول لك دايما بعد ما خدت الشاور بتاعي او بعد ما نزلت السويمنج بول حصلت المشكله دي، او بعد ما رحت استحميت حصلت المشكله دي. فايوه this type of pathology بيبقى evident قوي، لان الشمع بيمتص الميه دي، وبعد ما هيمتص الميه اللي هيحصل انه هيزيد في الحجم هيسويل وهينشف. يبقى الجمله دي صح. One known complication of its management technique. ايه هو المانجمنت تكنيك بتاع ده؟ هو الاير ووش. One known complication of its management technique might be ear drum perforation. اتفقنا زمان ان الاير ووش لازم يتعمل بتكنيك معين، انك ما ينفعش تزق الواكس بالميه، لا لازم الميه بتمشي على البوسترو سوبيريور وول اوف ذا اير كانال لحد ما تتزحلق عليه وتطرد تجيب الواكس من جوه لبره. اللي بيحصل لو الدكتور اللي بيعمل السيرنجنج غشيم شويه، او العيان مش كوبراتيف، عشان بس ما نلومش بس الدكتور الون، sometimes كمان البيشنت مش بيساعد، ممكن يبقى الاير ووش فيجرس عنيف. طيب ولو كان كده ساعتها انت ممكن تزق الاير واكس اللي موجود وتعمل اير درام بيرفوريشن. يبقى الجمله دي كمان صحيحه، هي واحده من الكومبليكيشنز اوف ذا مانجمنت تكنيك. ارجوك خد بالك هي مش كومبليكيشن للواكس، هي كومبليكيشن للمانجمنت تكنيك. يعني مستحيل الواكس يعمل اير درام بيرفوريشن، لكن التكنيك اوف اير ووش هو اللي ممكن يعمله لو كان فولس تكنيك.
نروح للسلايد الثاني. This patient is having again hearing loss after swimming. هي اللي جبتها لك، هي الكلو. He gave a history of eardrum perforation long ago. الجملة دي زيادة ومهمة قوي، أرجوك دايما اقرا الهيدنج كويس قوي. After swimming وhearing loss وما فيش بين يا دكتور حازم، معنى كان دي مش otitis externa. كمان مرة خليني أفكرك إن أنت الكريمة بتاعت الطلاب. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إنك لازم تفكر، يعني ما تجريش على الإجابات أرجوك. والله والله إن شاء الله الوقت هيبقى كافي، فما تقلقش. دي statements true false. كل ما طلب منك إنك تشغل مخك لحظة تعرف أنت بتتكلم على أي كيس، ثم هتجاوب الأسئلة بكل سهولة، فما تخافش. hearing loss after swimming طبيعي، لسه قايل لك من شوية، ودي حاجة بنية في الكنال، يبقى إير واكس غالبا. إنما إيه بقى فايدة الجملة التانية دي؟ والله أكيد ليها فايدة. He gave a history of eardrum perforation long ago، يعني العيان ده عنده eardrum perforation من زمان، واتجمع عنده واكس. طيب نشوف بقى الستيتمنتس. اير ووش كان بي يوز تو مانج ذيس كيس. هو الاير ووش ينفع يمانج الاير واكس، بس ان ذيس كيس اللي فيها اير درام بيرفوريشن، اهي الفايده جت اهي، يبقى حضرتك هتقول لي فولس، طبعا ما ينفعش اير ووش هنا، والحل هو طريقه ثانيه. طيب ذا بيست واي تو تريت ذيس باثولوجي مايت بي سكشن. الجمله دي صح 100%، لان الطريقه الوحيده انك تعملها انك تسحب الواكس، تشفط الواكس، لان في اير درام بيرفوريشن، فما ينفعش تعمل تدخل عليه ووتر، والا اللي هيحصل انك انت هتعمل انفكشن. تانيتس مايت بي اسوشيتد وذ ذيس ديزيز. لا ده انا قلت لك زمان قاعده، قلت لك اي دفنس او اي ديكريزد هيرنج مع تانيتس، يبقى اي حاجه عامله اوبستراكشن في الهيرنج وعامله ديمينيشد هيرنج تعمل تانيتس على طول، يبقى الاستيتمنت دي صحيحه. اف ذا بيشنت سكراتشز هيز اير، هنا بقى الذكاء في السؤال. لو البيشنت ده قاعد يلعب في ودنه سكراتشز ذا اير، هي مايت ديفلوب اوتيتس اكسترنا. ايه رايك؟ هو المريض متضايق ان في واكس في ودنه وقاعد يلعب في ودنه عشان يطلع الواكس، زي ما بعضنا بيعمل غلط طبعا، انه يدخل اللي هي الكوتون باد اللي هي الستيك دي ويقعد يلعب يحاول يدخل في ودنه عشان يطلع الواكس. طبعا هو بيطلع شويه وبينبسط وبيفرح، بس المشكله انه بيعمل انجريز، والانجريز دي هتديفلوب ليتر اون اوتيتس اكسترنا. ولو تفتكر كانت الاوتيتس اكسترنا واحد من البري ديسبوزنج فاكتورز بتاعتها، مين كان؟ مين كان؟ سكراتشنج. فارجوك خد بالك الجمله دي صحيحه طبعا، يبقى الواكس بحد ذاته مش هيعمل اوتيتس اكسترنا، انما سكراتشنج يعمل اوتيتس اكسترنا. انتيبايوتكس ار نيدد ان ذيس كونديشن. ارجوك طبعا لا، انتيبايوتكس ما لهاش علاقه خالص اصلا بالواكس. هتقول لي يا دكتور حازم ده انت لسه قايل لي فوق اير درام بيرفوريشن، يبقى انا هديله انتيبايوتكس بروفيلاكتيك. ارجوك انت دكتور، انت مش بتكتب كلام الناس، انت دكتور، طالما مفيش signs of infection don't give antibiotics. طب يا دكتور حازم انا ممكن اديله بروفيلاكتيك. طبعا انت ممكن تديله بروفيلاكتيك وتزود لنا الريزيستنس اللي بقت موجوده في الانتيبيوتكس وورلد وايد. لا طبعا، very false way of management انك تدي antibiotics whenever they are not needed. فارجوك antibiotics are not needed in this condition. حلو، شفت الصورة دي؟ شايف حاجات منقطة منقطة منقطة؟ أرجوك احفظ الصورة دي صم في مخك، أول ما تلقى صور للحاجات المنقطة دي على طول اعرف إن هو باثولوجي معين اسمه أوتومايكوزس. خلينا نشوف الإيه الكلام المكتوب. This is a picture of ear canal of a female complaining from ear itching. كلمة السر أهي، كلمة السر أهي، ear itching. طيب كانديدا مايت بي ذا كوزيتيف أورجانيزم إن ذيس كيس. طيب إحنا خدنا زمان إن الكوزيتيف أورجانيزمز ممكن تبقى كانديدا، ممكن تبقى أسبرجالس، فالجملة دي صحيحة. Candida might be the causative organism. Yes, it might be the causative organism. وعلى فكرة لو جاب لك Aspergillus برضو حضرتك اكتب صح، ما تقلقش. يعني هو ممكن يقول Candida وممكن يقول Aspergillus، وأرجوك ما تعتمدش على الألوان. Pseudomonas might be the causative organism in this case. Pseudomonas is bacteria. Pseudomonas is bacteria. ما ينفعناش هنا. خلاص Pseudomonas ليه كيسز تانية كتير قوي، منها الكوليستياتوما بيبقى ضمن الاورجانيزمز بتاعتها، بيبقى ليه كمان مالجنا اكسترنا هو والبروتيوس، انما ملوش علاقه خالص بالاوتومايكوز. فالستيتمنت دي فولس. اير ووش شود بي يوز تو مانج ذيس كيس. زمان غلبت اقول لك في محاضرات النظري اللي على الشانل، قلت لك اوعى ابدا تعمل اير ووش لفنجس، الفنجس يحب الميه. لو حطيت اير ووش اللي هيحصل انك هتشيل شويه من الموجود، لكن هتدي فرصه انه يجمع فانجس ليتر اون، وده اللي بيحصل في اغلب البيشنتس على فكره، يخف في اول اسبوع 10 ايام ثم يكون فانجس جديد. قلنا الاير ووش ينفع في حاله واحده بس، لو كانت سمول فانجل ماس، يعني لو حته صغيره مثلا موجوده في اخر الكنال من بره، تقدر تعمل اير ووش وتطلعها وتطمن ان مفيش اي سبوراديك فانجاي على الجلد. اما لو ديفيوز اير ووش ديفيوز اوتومايكوز زي اللي انت شايفه هنا ده، ارجوك اوعى ابدا تعمل اير ووش لانه كونترا انديكيتد. اير باكس وذ نستاتين كان بي يوز تو تريت ات. يس، كان واحده من التويلت
والمانجمنت اوف اير كانال انفكشن ان احنا كنا بنعمل ساكشن وبعدين بنحط باكس. الباكس دي كنا بنحط عليها انتي بايوتيك ولا انتي فانجل، كنا بنحط عليها انتي فانجل. اشهر انتي فانجل هو النيستاتين. يبقى اير باكس وذ نيستاتين كان بي يوز تو تريت ات، جمله صحيحه 100%. ما ينفعش وذ انتي بايوتكس لان انت ما عندكش اوتيتس اكسترنا باكتيريال، دي مايكوزس، دي فانجل انفكشن. اف شي ديفلوبد بين، ايوه ده زي السؤال المره اللي فاتت بالظبط. لو عادي بقى بدا يبقى عندها بين افتر سكراتشنج، كلمه السر، she might need antibiotic agent. ايه رايك في الجمله دي؟ جمله صحيحه 100%، لان العادي لو لعبت في ودنها بسبب الحكه اللي موجوده وبدات تلعب لحد ما عملت انجريز وعملت بين وعملت بكتيريا ريزيس اكسترنا، يبقى في هذه الحاله هتحتاج antibiotic agent، ودي بيبقى otitis externa bacterial on top of otitis externa fungal infection. فاروح خد بالك صوره زيها بالظبط اللي حضرتك شايفها دي، برده هايفي ونقط ولون ابيض ولون اسود، وانتم بتحبوا تسموه الويت نيوز بيبر، علما بان ليه اسماء ثانيه كتير قوي. This lady complained from this finding after long use of antibiotic eye drops. دكتور حازم مصمم يوقعني في المشاكل. فدكتور حازم دلوقتي عمال بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الست دي اشتكت من المشكله دي وما جابليش سيمتوم. ما جابليش سيمتوم دكتور حازم، ضحك عليا، ما جابليش كاردينال سيمتوم المره دي، انما جاب لي صوره، صوره فيها هاي فيو سبوتس، بس قال لي ان العيانه كانت بتستخدم لونج ديوريشن انتي بايوتيك اير دروبس. كلنا عارفين من زمان ان الانتي بايوتكس لما بتزود الفانجل انفكشن. يعني لما كنا بندي زمان اورال انتي بايوتكس كتير يقول لك خد بالك ما تزودش الكورس قوي لان العيان ده ممكن يدخل في ديكريزد اميونيتي ويدخل في فانجل منك فانجل انفكشن. نفس الكلام في الاير، لما بندي انتي بايوتيك اير دروبس فتره طويله وات ايفر ذا كوز از، مش دي قصتي في الكيس دي، العينه كانت ماشيه على انتي بايوتيك اير دروبس فتره طويله قوي، وبعد ما خلصت اير دروبس بدا يتكون عندها فانجس. ليه؟ لان بيتغير البي اتش بتاع المكان، بيتغير الاميونيتي بتاع المكان، فسهل الفانجس يتجمع فيه. طيب واشهر طبعا النقط اللي بتعمل حاجات زي كده اللي هي السيبروكينولونز، قطرات السيبروكينولونز. طيب دايجنوزس مايت بي ريليتد تو ذا يوز اوف انتي بايوتيك، يس اوتيتس اكسترنا هنا اللي هي مايكوزس فانجل، يعني هي فعلا ريليتد للونج يوز اوف انتي بايوتيك. لما استخدمت الانتي بايوتيك فتره طويله حصل التشينج بي اتش، تشينج في الاميونيتي، وحصل ده. The chief complaint might be itching. Yes، وده اللي انا ما جبتهولكش فوق عشان استفيد منه كسؤال تحت. Otitis externa with mycosis، chief complaint فعلا هو الايتشنج. It can lead to sensory neural hearing loss. Of course not. It, no relation. هي تقدر تعمل conductive hearing loss. حتى لو عملت perforation في الاير درام، وده غالبا بيحصل في الفانجل انفكشنز، برضه هتعمل conductive hearing loss مش sensory neural. يبقى الجمله دي غلط. Ear suction is the best method of ear toilet. 100% الكلام ده صحيح. لسه قايل لك في السلايد اللي فات اوعى تعمل ear wash. Ear suction is the best method of ear toilet. الجمله دي صحيحه. Antibiotic drops should be stopped in this condition. لازم توقف الoffending agent. والoffending agent هو كان الantibiotic ear drops. واز لونج از ان مفيش bacterial infection فتبقى الجمله دي true 100%. Antibiotics should be stopped in this condition. نشوف الصوره اللي وراها، نغير شويه الباثولوجي. اتفقنا قبل كده احنا ماشيين بترتيب السلايدز اللي في الفولدر اللي عندكم، اللي زمايلكم كلموني علشان اشرح منه، وفي ناس بتسالني بتقول لي هو ليه الحاجات ما تنزلش كلها مره واحده. طبعا ام سو سوري، طبعا انتوا عارفين في شغل وعيادات وحاجات ومستشفيات شغاله، والستوك بتاع الستور بتاع السلايدز بتاعتي اوريدي هو جاهز، بس انتوا حبيتوا تغيروا شويه وتستخدموا الفولدر اللي موجود معاكم او الفايل اللي موجود معاكم، وانا ما عنديش اي مانع، وبالتالي بقيت بحط السلايدز واحط عليها الاسئله بالنظام الجديد. النظام القديم كان مالتيبل تشويس كويستشنز، النظام القديم كان فيل ان ذا سبيسز، النظام ده لا، النظام ده ترو فولس. فانت اكنك دلوقتي بتتعامل معايا وانا بعمل لك ابديت اول باول، يعني انا بقعد اكتب الحاجات دي كلها. سامحني على الدباجه والتطويل، بس هو في النهايه انتوا الهدف، فالمواعيد اللي هتنزل فيها المحاضرات ثابته ان شاء الله، وربنا يوفقكم، وانا عارف ان انتوا قدها وقدود مهما كانت طريقه السؤال، انتوا ان شاء الله قدها وقدود وربنا معاكم ان شاء الله. نروح على اي سلايد بيفوت من الفولدر اعرف ان هو مكرر، وبالتالي انا مش محتاج اتكلم فيه تاني. This is a picture of an ear canal of a patient with prolonged scanty offensive ear discharge. بحسب ما انا بصيت لقيت حاجات لونها ابيض، لقيت في حته لحمه هنا بوليب، ايوه في بوليب موجود هنا، وشايف كده ريمننت اوف اير درام زي ما يكون سليمه مفيش فيها مشكله انتاكت يعني، بس انا شايف حاجات بيضه هنا بتفكرني بحاجه اسمها كيراتين، والكيراتين ده كان بيفكرني بحاجه اسمها كوليستياتوما. بس دكتور حازم انا
انا بزعل جدا لما بشوف السلايد ما بعرفش احل السلايد، ما بعرفوش من الصوره. مين قال لك تعرفه من الصوره؟ انا بقول لك ما تعرفوش من الصوره، انا بقول لك اعرفه من الصوره بلس السطرين اللي مكتوبين فوق او السطر اللي مكتوب فوق. بقول لك سكانتي اوفنسيف اير ديسشارج، بذمتك ما سمعتش الكلام ده قبل كده؟ سكانتي اوفنسيف 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 اير ديسشارج، دي ما كانتش في كوليستياتوما. طيب وبرولونجد يعني كرونيك. طيب دي بيكتشر بقى فيها كوليستياتوما معاها اير بوليب. الاير بوليب خليني اقول لك بسرعه قبل ما اشرح السلايد ده ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاعه. يعني ايه في اير بوليب في الاكسنال اير كانال؟ الاير بوليب ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون انفلاماتوري، والانفلاميشن ده ممكن يكون جاي من الميدل اير في حاله الكرونيك سيف اير والان سيف اير، وممكن يكون انفلاماتوري جاي من الاكسترنال كانال. يعني يكون في عيان مثلا قاعد يلعب بالستيك في ودنه لحد ما عمل انجري، والانجري عمل انفلاميشن، فبقى في حته بوليب موجود في الاكسترنال كانال. وعايز اقول لك ان انا شخصيا شفت اكتر من 3 او 4 اطفال عندهم بوليبس فوق فورين بودي، يعني حط فورين بودي ونجلكتد واتنسى ومحدش انتبه له والولد ما قالش، وبدا يعمل انفلاميشن. منهم واحده انا عاملها ككيس ريبورت ومنشوره عن ديف ميوت، بنت عندها 17 18 سنه حطت ستيكس جوه ودانها واتنست وما قالتش وما عرفتش تعبر وعملت اورال بوليب. فيبقى الاورال بوليبس كمان عشان ما اخدكش بعيد عن السلايد، ممكن يبقى انفلاماتوري ميدل اير او انفلاماتوري من الكنال من بره، وممكن يكون نيوبلاستيك. واشهر اثنين تيومرز السكويمس الكارسينوما، والتاني بتاعهم الجلوماس. الجلوماس ده لو تفتكر معايا في الميدل اير تيومرز لما خدت ذا فاسكولار فيري فاسكولار تيومر بيبقى في الميدل اير ريليتد للجلوماس جاجولار او جلوماس تمبانيكم، وكان واحده من البيكتشرز بتاعتها مش بس انه يبقى جوه الميدل اير، سام تايمز كان بيعمل اورال بوليب يفتح الاير درام يعمل فيها بيرفوريشن ويخرج بره في الكنال. طيب انا عايز اعرف هو ده اي اورال بوليب فيهم؟ ذس فايندينج اللي حصل هنا حصل مع اوفنسيف سكانتي اير ديسشارج وشايف كيراتين فليكس، يبقى انت بتتكلم على اورال بوليب اسوشيتد مع ميدل اير ديزيز تحديدا الكوليستياتوما. This finding is common in these cases. Yes. واحد من اهم الفايندنجز اللي في الكوليستياتوما اورال بوليب والجرانيوليشن، وارجع لمحاضره النظري بتاعتنا على اليوتيوب او ارجع لكتابك هتلاقيها واحده من الفايندنجز انه يحصل فيها اورال بوليب. طيب blood discharge might be associated in this condition. الاعمى بقى يعني ما اقصدش حضرتك طبعا دفنتلي يعني، لا انا اقصد كامل احترامي، انما انا اقصد اللي ما بيشوفش بقى هو اللي هيقول الكلام ده، ازاي ما فيش بلاد ديسشارج؟ ده اصلا عليها، هي اصلا عليها بلاد. واصلا انا عارف من زمان ان الاير كانال الاوفنسيف اير ديسشارج غالبا بيبقى معاه اسوشيتد كمان بليدنج، فلازم اخد بالي. يبقى الجمله صحيحه. Treatment of this condition is excision biopsy of the polyp. هل الحل بتاع الكونديشن دي ان انا ماسك البوليب ده اقطعه وشايله؟ افهم مني حاجة في الكلينيكال، اوعى ابدا تشد اورال بوليب، اوعى ابدا تعمله افولشن، اوعى ابدا تاخده كده تقوم خلعه وتقوم شايله. ليه؟ لان انت ما انتش عارف هو ريستنج على ايه. ده ممكن يكون مريح على الفيشال نيرف جوه، ممكن يكون مريح على سيمي سيركل الكنال، يبقى انت هتعمل العيان مصيبة. يبقى ده غير البليدنج، ده غير انك ما انتش عارف هو ده ممكن يكون حاجة تانية ولا لا، ممكن يكون جلوماس، ممكن يكون فاسكولار تيومر. فارجوك في اي اورال بوليب اكسبت اف اكسترنال كانال اونلي، يعني انت شايف كومبليتلي انتاكت اير درام، ساعتها اللي بره ده ممكن يتاخد اكسجين بايوبسي عشان تعرف ايه نوعه، والافضل برضو تعمل فيها سي تي سكان. لكن القاعده بتاعت اي اورال بوليب مش اكسجين بايوبسي. اكسجين بايوبسي امتى؟ لو كان كومبليتلي انتاكت اير درام، مفيش هيستوري اوف ميدل اير، مفيش هيستوري اوف بليدنج بير اير، يعني ده كله حاجه بس في الاكسترنال كانال، وتعمل سي تي سكان كمان عشان تطمن ان مش فاسكولار كومبوننت. تريتمنت اوف ذيس كونديشن از اكسجن، لا طبعا مش اكسجن. تريتمنت اوف ذيس كونديشن بارتيكولرلي ذيس كونديشن وود بي راديكال ماستويدكتومي ومعاها اكسجن اوف ذا بوليب، لكن مش اكسجن بايوبسي اوف ذا بوليب. تريتمنت اوف ذيس كونديشن مايت بي راديكال ماستويدكتومي، يس، لان دي واحده من اهم علاجات الكوليستياتوما. سي تي سكان از نيدد، يس سي تي سكان از نيدد لحاجتين. عايز تعرف البوليب ده ريستنج على ايه في مكانه، وعايز تعرف الكوليستياتوما الاكستنشن بتاعها ايه، وعايز تعرف كان في كومبليكيشنز ولا لا. فسي تي سكان يس ات از نيدد ان ذس كونديشن. كمان مره اورال بوليب بس انا شايف انتاكت درام، والاورال بوليب شايفه ريدش وفاسكولار وشكله مش مريح. This is a picture of an ear drum with acute onset، يعني حاجه جديده of ear bleeding. Ear drum is intact. والله انا بساعدك ولازم اللي بيحط لك الامتحان بيساعدك. Patient gave a history of ear manipulation. عايز يقول لك ان البيشنت ده قاعد يلعب في ودنه، وبعد ما لعب في ودنه حصل له acute onset ear bleeding. ما انا لسه قايل لك من شويه، قلت لك ممكن يحصل inflammatory bulb related لي cotton stick، عمال بيلعب العين في ودنه
حكه ولا بتاع، بعدين عمل انفلاميشن انجري، والانجري عمل انفلاميشن وعمل اورال بوليب. طب الاورال بوليب ده بقى ينفع اشيله دكتور حازم؟ اه ينفع، قلت لك قبل كده لو كان اكسترنال كانال وكمبليتلي انتاكت درام، وكمان يا سلام لو عملت لي سيتي سكان واطمنت ساعتها تقدر تاخده اكسجن بايوبسي. نقرا بقى، This condition is due to middle ear infection. بقول لك ear drum intact، يبقى الجمله دي غلط. The best treatment is antibiotic and cautery، يعني ان انا اخد ده antibiotic احط له اديله مضاد حيوي واعمل له cauterization. لا طبعا ده مش البيست تريتمنت، انما ده بيبقى initial treatment. يعني لو كان في infection بتدي antibiotic وتعمل cauterization كمان بسيلفر نايتريت، ساعتها حجم البوليب ده ممكن يقل شويه وتقل الفاسكولاريتي، وساعتها بتشيله اكسجن بايوبسي. differential diagnosis might include glomus tumor in this condition. هتقولي طبعا لا لا لا، هو جلوماس تيومر واحد من الديفرنشال دايجنوزس بتاع الاورال بوليبس، بس في الكونديشن دي اللي فيها انتاكت اير درام وده اكستريملي بره، وقلت لك ان ذيس كونديشن وفي مانيبيوليشن، يبقى ديفرنشال دايجنوزس لا يمكن يكون جلوماس تيومر. ما ممكن يكون ايه يا دكتور حازم؟ ايه اللي ممكن يحصل في اكسترنال كانال؟ مش بس كده، ممكن يحصل تيومرز، يعني ممكن يحصل كمان تيومرز، بس از لونج از ان الهيستوري عندك واضح هنا، اقصد يعني بالتيومرز يحصل مثلا حاجه ريليتد للهير فوليكلز، حاجه ريليتد للبون، انما ما يكونش الديفرنشال دايجنوز بتاع جلوماس تيومر. جلوماس تيومر انتاكت اير درام، يبقى بره اللعبه بتاعتنا. This condition might lead to sensorineural hearing loss. غلط 100% غلط، ماليش علاقه خالص بالنيرف، انا بره. Excision biopsy should be done if recurrent. يعني لو القصة دي حصلت مرة وحرك عملت antibiotic وكوتري ومعرفش ايه والpreliminary يعني، وبعدين وشلته ورجع تاني وشلته، يبقى حرك excision biopsy should be done if recurrent. Yes, excision biopsy should be done if recurrent. ومش بس كده كمان، انت لازم تحلله، عشان كده بقول لك biopsy عشان تطمن ان ما يكونش فيه اي element of external canal ear external canal tumors. ده مهم جدا. يبقى الجملة دي كinitial treatment تنفع. The best treatment is antibiotic and cautery. It's not the best treatment but it's an initial treatment. يبقى الجملة دي غلط. إنما الفول treatment هو إن أنا أعمل excision biopsy. Should be done if recurrent. عملت cautery وكل شوية يرجع، يبقى لازم أعمل excision biopsy. طيب صورة ثالثة، oral polyp vascular برضو. This patient complained from pulsatile tinnitus and bleeding per ear. pulsatile tinnitus دي pathognomonic. لو فتحت كتابك هتلقى على طول الكلمة دي diagnostic. ايه pulsatile tinnitus ده بيحصل مع مين؟ مع الجلوماس تيومر وبليدنج بير اير. ايه الجلوماس تيومر ده؟ اسئلة من اسئلة المالتيبل تشويس كويستشنز او الترو فولس، يقول لك ان الجلوماس تيومر ده از مالجنت. لا انا اسف، الجلوماس تيومر مش مالجنت، ده بيناين لوكالي اجريسيف. بيناين لوكالي اجريسيف، فهو بيناين لانه ما بيحصلش معاه destruction of the basement membrane، بس اللي بيحصل معاه ان هو عمال بي destroy by expansion، فبيدمر التيشوز اللي حواليه، هو vascular. فاللي بيحصل ان هو بيبقى فيه severe bleeding related اما للجلوماس جاجيولار زي ما اتفقنا، ده الارنولد برانش بيبقى على السيلز اللي جنب الارنولد برانش وده فيجاس، يا اما ريليتد جلوماس تيمبانيكم وده اللي بيبقى موجود على الجاكوبسونز او ريليتد للجاكوبسونز نيرف. حضرتك هتقول لي يعني ايه نيرف ويعني ايه نيرف؟ هو بيحصل بيتكون من البارا جانجليونيك سيلز اللي ريليتد للنيرفز دي، فلازم يكون في نيرف جنبه، يا اما التيمبانيكم ريليتد للجاكوبسونز يا اما جاجولار وهو المور اكستنسيف والاعنف، وده اللي بيبقى موجود ريليتد للارنولد. طيب diagnosis might be inflammatory polyp. غلط طبعا، diagnosis cannot be inflammatory polyp, the tumor. biopsy should be taken in this condition. ارجوك اوعى، ده تهور، مفيش حاجه اسمها biopsy من جلوماس. biopsy من جلوماس دي كارثه من كوارث الزمن، ما ينفعش اقوم قاطع حته من الجلوماس والا هيفضل ينزف 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 ينزف، فده سيفير بليدنج. لان حتى لما بنقول هناخد biopsy بيبقى محضرين بلاد ترانسفيوجن، بيبقى في الاو تي في الثياتر، فالبايوبسي should not be taken. ارجوك should not be taken as long as انك شكيت بالكلمه دي في جلوماس تيومر. سيتي سكان از اوبليجاتوري، يس، لانك انت عايز تعرف فين التيومر، عايز تعرف الريليشن بتاعه هو تمبانيكم ولا جاجولار، عايز تعرف الاكستنشن بتاعه تروح للسيرجري. امبولايزيشن واكستنسيف سيرجري مايت بي نيدد. امبولايزيشن مهم جدا يا اولاد، عارفين ليه؟ لان انا عايز اقلل الفاسكولار سبلاي اللي رايح له، فلما بعمل امبولايزيشن غالبا بيكون الهدف بتاعي ان انا اشيل،
يعني هو ما بيكونش تريتمنت، هو palliative treatment او preparation for treatment. فانت لما بتعمل embolization انت هدفك تعمل extensive surgery، يا اما radical mastoidectomy مثلا لو كان هو تيمبانيكم، يا اما مثلا حاجه اسمها extensive surgery through infratemporal fossa approach، وده مش قصتي خالص في السلايدز هنا. فدي extensive surgery عشان تشيل glomus jugular tumor والglomus tympanicum زي ما اتفقنا، up to radical mastoidectomy في glomus tympanicum. This patient might have mixed hearing loss الجمله دي صحيحه 100%. ليه؟ لان هو بيعمل conduction deficit ونتيجه الاكستنشن بتاعه كمان على اللابيرنث بيعمل sensory neural element، فعنده ممكن يبقى عنده mixed hearing loss. الجمله صحيحه. Parents witnessed their child or their son introducing this object in the ear. خلاص بقى انت ما بقتش محتاج تعرف ان ده غير foreign body، انما المشكله دلوقتي ايه نوع الفورين بودي والاسئله تيجي عليه. اللي حضرتك شايفه ده vegetable or non-vegetable، طبعا non-vegetable foreign body، ودي بيت خرزة يعني او كريستالة صغيرة بغض النظر ايه هي. The condition is common in children. Yes, it is very common in children. Mentally retarded adults might suffer also from similar conditions. Yes, mentally retarded adults بنحسبهم زي children بالظبط، فتبقى الجملة دي برضو صحيحة. ممكن هو يدخل اي حاجة في ودنه ينساها وهو mentally retarded cannot be accused by us. This child should have audiometry done. الطفل ده لازم نعمل له اوديومتري. الجمله دي غلط. ايه فائده الاوديومتري؟ الاوديومتري ليس له اي قيمه. طيب general anesthesia might be needed if the child is not cooperative. الطبيعي بتاعنا احنا نقدر نشيل الفورين بوديز اللي زي كده اللي مش انجوريوس لو الطفل كوبراتيف، نو انستيزيا. اما لو الطفل not cooperative يعني بيتحرك ومش مساعدك وعمال بيصرخ، بالذات لو كان في manipulations كمان قبليك في اي مستشفى تانية، يبقى الجنرال انستيزيا يس ات از نيدد، وساعتها بتشيله العين نايم ومرتاح وانت مرتاح من غير تنشن عشان ما تعورش البيشنت. اير ووش كان هيلب ان ذيس كونديشن. طيب زمان نرجع للانديكيشنز في اير ووش، قلت لك واحد من اهم الانديكيشنز لو كان في سمول نوت امباكتد فورين بودي. فاز لونج از ان ده سمول نوت امباكتد فورين بودي ونوت انجوريوس، يعني ايه؟ يعني ما يكونش ليه اطراف مسننه. لو ليه اي اطراف شارب ما ينفعكش خالص الاير ووش، هتعمله بعنايه. طبعا الاير ووش بيدخل من هنا الميه بتلف على الاير درام وتقوم واخده الفورين بودي وتطلع بيه للخارج. يبقى اير ووش كان هيلب يس ان ذيس كونديشن لما يكون الفورين بودي سمول نوت امباكتد نوت انجوريوس. This is a picture of an ear canal of a child. وما جبتلكش history اكتر من كده، وجبتلك هنا فورين بودي، وارجوك احفظ هذا الشكل. This is a battery. احفظ هذا الشكل. This is a battery. دي مش عمله يعني. This is a left eardrum. ياه رجعتنا تاني للاناتومي. Left eardrum هبص على lateral process. Lateral process بيبص يمين، يبقى دي مش left eardrum، دي right eardrum. يبقى الجمله دي غلط. This foreign body must be removed immediately. الجملة صح 100%. زمان وانا بشرح لك قلت لك كله الا الباتري. الباتري should be removed قبل ما يعدي عليك يوم، قبل ما يعدي عليك ساعة، قبل ما يعدي عليك ثانية. يعني لو تعرف تاخد المريض ده توديه على طول على العمليات وتشيله، لازم تشيله. مش بقى تصوره لي وتفرح بتصويرك، لا. هي الفكرة باختصار فكرة انك لازم تلحق ده قبل ما يحصل كيميكال رياكشن، لان الكيميكال رياكشن بتاعه ممكن يعمل مش بس انجري، ومش بس يعمل حروق، مش بس يعمل بيرفوريشن، لا ده كمان ممكن يعمل فيشيال نيرف بروبلم، لان هو حرق نار. طيب يبقى this foreign body should be removed immediately. Yes. في العياده بقى وفي العمليات لازم يتشال. If left unremoved لو تساب might lead to burns and canal stenosis. Yes. لو اتحرق الكنال stenosis، بالذات لو كانت الكنال circumferential، اللي هيحصل ان الكنال كمان بتضيق. If the child is cooperative it can be removed with no anesthesia. جملة صح 100%. قلتها لك قبل كده، لو child cooperative ايوه تقدر تشيلها من غير عمليات في عيادتك. This is classified as a vegetable foreign body. طبعا سؤال مش محتاج تفكير، طبعا الجملة دي غلط. It's not a vegetable foreign body. اوكي patient، طبعا في سلايد انا فوتته او السلايد اللي انا فوتتها مكرره، خلاص مش هنتكلم فيها كتير. طيب patient is frequently swimming in cold water. اتذكر ربما يكون ضمن السلايدز اللي موجوده عندكم سلايد فيه انسكت، والسلايد اللي فيه انسكت ده هو الحل بتاعه الاول الجليسرول اير دروبس، او يعني اللي هي الاويل اير دروبس، ثم الاير ووش او الاير سكشن حسب الكيس نفسها. طيب patient is in this slide بقى، انا شايف هنا في حاجه ان تقول لونه ابيض. سامعكم والله، انا دايما مشكلتي مع الطلبه الشاطرين، وكلكم ما شاء الله شاطرين، دايما مشكلتي مع الطلبه الشاطرين. ليه بقى؟ لان هو بيبص على طول شخص. يا عمي ارجوك اقف واقرا. اول ما بص على دي كده قال لك فرانكل فرانكل فرانكل. انت هنا طبعا مش فرانكل. ليه بقى مش فرانكل؟ اصبر.
patient is frequently swimming. Swimming يا دكتور حازم اهو swimming يبقى فرانكل. ارجوك كمل. swimming in cold water. كان في باثولوجي بيحصل نتيجة السويمرز في الكولد ووترز او الدايفرز في الكولد ووتر اسمه اكزوستوزس اوستيوماس بتحصل فيه. طب يا دكتور حازم بقى ما هو انت هتلخبطني، ما هي تمشي كده وتمشي كده، يعني تمشي اكزوستوزس وتمشي فرانكل. اقول لك لا، كلمة كولد ووتر بتمشيها في سكة اكزوستوزس. طب وانت كمان ليك عينين، بذمتك انت شايف اي هير فوليكلز؟ انت ما انتش شايف اي هير فوليكلز، لان لما هيجي بعد كده صورة فرانكل لازم تبص تلاقيها في هير فوليكل، ده هو ستافيلوكوكال انفكشن او في هير فوليكل. اما الاكزوستوزس فده بيبقى ريليتد للايه؟ للبوني بارت. وهنا زي ما انت شايف انت جوه البوني بارت اهو، لان هنا الاير درام، انت جوه ناحيه الاير درام. This is a frontal wrong. Condition is painful. Wrong. Condition is not painful لكن discomfort. العين بيبقى متضايق وممكن يعمل له حكه. Treatment might be nothing. Yes, treatment might be nothing لو العيان مش عنده discomfort، ولو العيان مش عنده pain infection، ولو العيان مش عنده conductive hearing loss ممكن تستنى ولا حاجة. Surgical management should be ده طبعا لو multiple، لا لو multiple وقفل الهيرينج العيان نفسه هيجيلك هيتجنن عايز تشال. Surgical management should be done if marked hearing loss اهو دي اللي جبتها لك، or frequent itching and discomfort. يعني العيان عنده frequent itching و discomfort فيها او كتيرة وعنده فيها او كبيرة وعمل له hearing loss يبقى ساعتها لازم يتشال، يبقى الجملة دي صحيحة. Might be multiple and bilateral. Yes it might be multiple يعني ممكن ودن واحدة يبقى فيها اكتر من حاجة، وممكن تبقى في الناحيتين الاثنين، سواء بقى سنجل في الناحيتين الاثنين او مالتيبل في الناحيتين الاثنين، يبقى الجمله دي كمان صحيحه. طيب دكتور حازم انتاكت اير درام مفيش، مش عايز تعيدني باي حاجه ثانيه؟ لا والله خلاص ما هساعدك، خلاص انتهينا، مساعدتك خلصت. اير درام انتاكت وشايف 1 2 3 اللي هيقول فرانكل هنا يبقى اكيد 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 شاطر جدا. طبعا لا غلط، هركوك بلاش الشطاره بتاعتك تستخدمها بهذا الشكل. فرانكل از فرانكل، انما دي ريليتد للبوني بارت جنب الاير درام، ما فيش هير فوليكلز. 1 2 3 يبقى مالتيبل اوستيوماس اللي هي اسمها اكزوستوزس. ديسكمفورت از ا شيف كومبلينت، صح 100%. وطبعا معاك كونداكتيف هيرنج لوس. كولد ووتر سويمنج از ا كوز، يس ات از ا مالجنانت كونديشن. نو اتس نوت ا مالجنانت كونديشن، اتس ا بيناين تيومر. اوستيوما از ا بيناين تيومر. ذا تريتمنت از سيرجيكال اف ماركت ديفنس، صح يا دكتور حازم، ساعتها بشيل الجلد وبكحت العظم ده وبرجع الفلاب تاني اوف ذا سكين. It can happen in the cartilaginous portion of the ear canal. أرجوك أوستيوما زي تحصل في الكارتليجينس. أوستيوما إكزوستوزس يعني ريت للبوني كانال، يبقى الجملة دي غلط 100%. It cannot happen in the cartilaginous portion of the ear canal. Patient is having severe acute pain in the ear. أهو swelling. Hair. Severe acute pain. تتصور ده ممكن يكون إيه؟ حبيبك بقى اللي انت كنت لسه دلوقتي من شويه بتتكلم معايا عليه ومتضايق وبتقول لي ده ممكن يكون فرانكل. Diagnosis may be malignant external. طيب واحد منكم هيقول لك في حازم هي ممكن تكون malignant external فعلا، ما هي ممكن تكون diffuse external فعلا مش pain. اقول لك حرام عليك، الديفيوز از ديفيوز، هنشوف له صور كمان شويه. الديفيوز يعني كل الكنال ايديميتس، انما لما تلقى حبايه زي كده سوالينج زي كده لوكالايزد بقى اسمه لوكالايزد اكسترنال. دكتور حازم هي ممكن تكون مالجنت، اقول لك ارجوك الجرانيوليشنز اللي بتحصل في المالجنسي كانت بتبقى اون ذا فلور اون ذا فلور، ودي ما لهاش سلايد من السلايدز الموجوده معاكم، بس ارجوك تحسبها وخاف منها. لو لقيت فوق هنا كلمه ديابيتك معاها سيفير بين معاها مثلا ديسشارج بيوريولنت وكلمه ديابيتس دي منوره فوق، يبقى دي ممكن تكون مالجنانت، بالذات لو لقيت جرانيوليشن على الكنال على الفلور. اما اذا كانت دي ريليتد للهير فوليكل زي ما انت شايفها يبقى اسمها لوكالايزد ولايتس اكسترنال، يبقى الجمله دي غلط. Ear picking is part of the treatment. Ear packing, I'm sorry, is part of the, yes, it is part of the treatment. لو تفتكر معايا كنت بحط ear packs عليها antibiotics. الكوز بتاع ده staphylococcus. وكنا بنحتاج احنا في repeated cases نعمل sugar analysis. CBC should be done if the condition is recurrent. لا غلط. If the condition is recurrent, you should do RBS, random blood sugar. عشان تطمن ان مفيش diabetes و uncontrolled. It can happen in the deep part of the ear canal. انا عمال بلعب بيك والله في السلايد اللي فات قلت لك it can happen in the superficial. هنا قلت لك it can happen in the deep. فرانكل ازاي يحصل في الديب؟ هو deep part في cartilage؟ في hair؟ لا في cartilage ولا في hair، يبقى فرانكل never happens in the deep part. يبقى الجمله دي غلط. سفير بوكاس اوريس is a causative organism. جمله صح 100%. Pain after swimming. ادي حاجه ثانيه جبت لك لسويمنج وجبت لك البين وجبت لك هيرز وجبت لك وان. الله هتقول لي حازم الله لونه ابيض اهو ده اوستيوما. حرام عليك، اوستيوما يعني جوه في الديب بارت البوني بارت. طيب this is exostosis. جمله غلط.
pain, swimming. حازم انت قلت لي swimming ما قلتلكش cold water وما قلتلكش ان فيها pain في الاكزوستوزيس. It's not painful. فيها discomfort لكن not pain. Pain after swimming وفرانكل او swelling موجود للهير يبقى الجملة دي غلط. It's not exostosis, فرانكل. This condition might need random blood sugar. Yes, it might need. عشان تطمن ان مفيش diabetes بالذات لو كانت recurrent. Systemic antibiotics are not needed. يا راجل infection. ده انت محتاج topical يعني local and systemic. يبقى الجملة دي غلط. Needed. They are needed. Scratching might be a predisposing factor. Yes, it is. Scratching can make that happen. يعني الناس اللي بتنزل في المية مثلا بتحس بحكة بسيطة بتقعد تلعب في ودنها. فسهل قوي يعمل infection في hair follicle وساعتها هيحصل الصورة اللي حضرتك شايفها. فscratching might be a predisposing factor. Yes, it is. Pressure on the tragus can diagnose the condition. Yes. الconditions اللي فيها tragus sign positive هي الغيبس externa. Localized with diffuse. Localized with diffuse. Less likely في المالignant that's externa. لان في المالignant that's externa بيبقى البين اكتر على الماستويد اسمه deep seated. مع ذلك في element tragus. لكن الاساسيين في tragus هم مين؟ Localized وديفيوز. وتبقى الجملة دي برضو صحيحة تريجل ساين بوزيتيف. سيفير تريجل تندرنس اديني جبتها لك دكتور حازم. انا مش شايف فرانكل المرة دي. انت قلت لي سيفير تريجل تندرنس وسبتني. بس انت شايف ان كل الكنال ريدش كل الكنال انفليمد. يبقى انت بتتكلم على مين بقى؟ ديفيوز يا دكتور حازم. طب لو جبت لك على دي زودت لك على دي ديابيتك وزودت لك على دي اولد ايج وزودت لك على دي بيريولنت هتقول لي بقى مالينوس اكسترنا. طب لو جبت لك هنا كمان في الفلور في بولب او جرانيوليشن تيشو تقول لي مالينوس اكسترنا. لكن دي طالما ديفيوز انفلاميشن بالشكل ده يبقى مين باثولوجي از كانال ديفيوز ايديما. يس ذس از رايت. يعني ده ديفيوز ريس اكسترنا بيحصل فيها ايديما. سويمينج اند سكراتشينج مايت بلاي ا رول. يس لو تفتكر معايا البري ديسبوزنج فاكتورز كان منهم لسويمينج كان منهم لسكراتشنج وكان منهم للسيبوريه. لو تفتكر ارجع تاني للبري ديسبوزنج فاكتورز اوف ديفيوز اوتايتس اكسترنال بيكتشر دي ديفيوز اوتايتس اكسترنال. ميديكيتد اير باك. ميديكيتد يعني عليها انتي بايوتكس از نيدد. يس ات از. جليسرين اكتيول مايت هيلب اليفييت ذا بين. يعني جليسرين اكتيول تقدر تستخدمه عشان تقلل البين. فاكر زمان كنا بنعمل باكس صغيره بنحط عليها جليسرين اكتيول وقلت لك السبب ان واحد فيهم بيبقى كاونتر ايريتنت فبيقلل البين وواحد فيهم هايجروسكوبيك فبيمص الميه. هايجروسكوبيك يمص الميه عشان كده اللي هو الجليسرين. فاللي بيحصل انك انت بتخلي الايديما بتاعت الكنال تريسولف وبالتالي تقدر تستخدم بعد كده الانتي بايوتيك اير باكس والعين كمان بيحس بريليف قوي جدا. يبقى yes it helps to alleviate the pain. Discharge in this condition is mucopurulent. اللي سمع محاضراتي في الشانل او في اليوتيوب عارف كويس قوي ان انا قلت لكم زمان كلمه ميوكو يعني ميوكس جلانس والميوكس جلانس مش موجوده غير في الميدل اير. يعني طالما انا بكلمك على باثولوجي في الاكسترنال كانال يبقى دايما الديسشارج بيوريولنت او بلودي انما ما ينفعش يكون ميوكو. ميوكو دي ميوكويد وميوكويد يعني ميدل اير فالجمله دي تبقى غلط. Otoscopic picture of a child with gradual hearing loss and snoring. كل كلمة ليها احترامها. Child gradual hearing loss يعني chronic problem. Gradual يعني chronic problem. وsnoring يعني بيشخر. شخر يعني ايه؟ غالبا لحمية. ما انا قلت لك child يعني adenoid يعني. بصيت لقيت bubbles بذمتك انت بعد ما تشوف الصورة دي محتار انك تقول ان دي chronic otitis media with effusion اللي هي secretory otitis media اللي هي اسمها glue ear. كل دي اسماء. لو كتبت ولا كلهم لو كتبت اي واحد فيهم من الاسماء دي انت صح. Associated symptom is bubbling sound in the ear. ايوه كان بابل انت شايفها ده واحد من اهم السيمبتومز اللي الطفل ده بيحس ان في حاجات بتفرقع في ودانه صح بابلز. Tympanometry is pathognomonic in this condition. Pathognomonic يعني diagnostic. هل لو عملت حضرتك تمبانومتري للعين ده تعرف تشخصه؟ ايوه قلت لك زمان التمبانومتري تايب بي از diagnostic فارجوك خد بالك تمبانومتري تايب بي از diagnostic فتبقى الجمله دي صحيحه. X-ray nasopharynx might be requested. بقول حضرتك snoring يعني adenoid يعني الX-ray is needed to know the size of the adenoid. إذا كنت أنا بقى تعمل procedure بعد كده adenoidectomy فطالما جبت لك سيرة السنورينج يبقى أنا محتاج منك الجملة دي. X-ray nasopharynx might be requested. Yes علشان أشوف الأدينويد اللي بتبقى موجودة في النيزوفارينx. This patient might benefit from mucolytics. واحدة من أهم مشاكل الأوتيتس ميديا with effusion اللي هي اسمها بقول لك اهو عشان انت بس مش خد بالك انا بقولها لك انا بضحك عليك بقولها لك بالراحه جلو اير جلو لزق. ليه؟ لان بيبقى الافرازات بتتحول من السيرس البسيطه مع الوقت
نيجلكتد يعني تتحول لميوكويد. طيب معنى كده ان واحد من اهم العلاجات اللي بناخدها ان العيان ده نديله ميوكوليتكس عشان تخلي الديسشارج سهل يبقى ابزوربد. فهمتني ازاي؟ فايوه واحد من اهم الادويه ميوكوليتكس. تفتكر معايا ايه تاني ادويه؟ اديني براجع معاك اكيد ما راجع معاك نظري. كنا بندي نيزل دي كونجستنت دروبس، وكنا بندي سيستميك دي كونجستنس احيانا، واحيانا كنا بنروح للستيرويدز كمان توبيكال، واحيانا كنا بنروح للسيستميك. ولو فيلد تريتمنت افتر لونج ترايلز يعني 3 شهور والعيان ما خفش، 6 شهور والعيان ما خفش، ساعتها كنت بعمل حاجه اسمها مايرينجوتومي. This is the commonest cause of conductive hearing loss in children. خد بالك من السؤال ده، سؤال شفوي حلو جدا وسؤال true false حلو جدا في كل حاجة. The commonest cause of conductive hearing loss in a child هو secretory dysmedia اللي انت شايفها دي. دي ال commonest cause. طب ال commonest cause of conductive hearing loss in adult wax. أرجوك خد بالك. Commonest cause of conductive hearing loss in adult wax. Commonest cause of conductive hearing loss in a child هو مين؟ هو مين؟ secretory otitis media. الجملة دي صحيحة. طب the commonest cause of sensory hearing loss in a child. Sensory hearing loss in a child congenital anomalies. Congenital anomalies عادة بيبقى فيها ال congenital inner ear anomaly. هي دي commonest cause of sensory neural hearing loss in a child. The congenital diseases with syndromes يعني. This is the otoscopic picture of the left ear. سامحني of the right ear. And this one should be corrected. But خلاص أنا بكوركتها معاكم. This is the otoscopic picture of the خليني ما ننبهك لنقطة مهمة. أنا آسف لو باخد من وقت المحاضرة. أنا تعلمت إن مفيش حاجة اسمها حد كبير على العين. أنا وأنا بكتب هنا ومستعجل كتبت دي ليفت. I should write right not left. أنا كتبت وأنا مستعجل، هدفي أنت، بس أنا ممكن أضرك بدي، بس انا مش قصدي اضرك فسامحني، دي مكتوبه غلط لان انا كنت مستعجل. فدي مش left ear، دي right ear اهو lateral process اهو، وبص ناحيه اليمين، يبقى this is a right ear. سامحونا في المستيج غير المقصوده. This is a otoscopic picture of the right ear in an elderly male. كلمه سر رقم واحد. كلمه سر رقم اثنين اهي unilateral nasopharyngeal mass. كلمه سر رقم ثلاثه يعني ده عيان old age عنده unilateral nasopharyngeal mass وعنده left right ear فيها fluid. يعني unilateral secretory otitis media في old age unilateral nasopharyngeal mass. يبقى انت بتتكلم على ان cause of secretory ear ايه هنا؟ nasopharyngeal tumor. CT scan is needed. Yes. CT scan is not needed في secretory otitis media بتاعت الطفل الصغير ولا بتاعت left palate، بس CT scan is needed في الحالات بتاعت الكبار اللي عندهم nasopharyngeal carcinoma، لانك انت عايز تعرف الاكستنشن بتاعها. جرومت تيوب مايت هيلب ان ذا تريتمنت اوف ذيس كونديشن. بذمتك جرومت تيوب كان هيلب هير، جرومت تيوب كانوت هيلب ان ذيس كونديشن. واي از ذات؟ انت عايز حاجه تكون بيرمننت تطول، لان جرومت تيوب زي ما قلت لك زمان انها بتبقى اكسترودد. طب ايه اللي هينفعك في حاله زي كده؟ تي تيوب، لان تي تيوب لما هتتحط هتقعد فتره طويله. دكتور حازم طب ما انت لما هتعمل علاج النيزوفارنجيال كارسينوما بالراديو ثيرابي العين يبقى خف، يبقى حط له جرومت، تحط له ليت تيوب. هقول لك لا، لو تفتكر معايا برضو قلت لك ان لما العين بيعمل راديو ثيرابي بيحصل سكارينج في الاستيكن تيوب، ولو حصل سكارينج في الاستيكن تيوب هيفضل عند العين سكريتوري اير. فاحسن حاجه تعملها للعين اللي عنده نيزوفارنجيال كارسينوما حتى لو عمل راديو ثيرابي او نيزوفارنجيال تيومر، حتى لو عمل راديو ثيرابي، هي التي تيوب، لانها بتطول شويه، بتقعد سنتين ثلاث سنين. طيب يبقى الجمله دي غلط. ادونيدكتومي شود بي دان. يا راجل نيزوفارنجيال ماس ان ان ادلت in old man، يبقى مش adenoid خالص، يبقى الجملة دي غلط. bulging drum is significant in such a case. غلط. bulging drum دي علامة acute otitis media، انما اللي بيحصل في secretory ear اوعى تنساه retracted drum. وفاكر معايا signs بتاعت retracted drum؟ فاكرهم ولا مش فاكرهم؟ prominent lateral process، shortened handle of malleus، lost cone of light، prominent malleolar folds، ولو جيت نفخت يعني عملت sigilization يبقى الحركة defective. دي علامات الريتراكتد درام، يبقى الجمله دي غلط. The condition in this picture might resolve after radiotherapy. غلط، لان لما بتعمل radiotherapy زي ما قلت لك بيحصل سكارينج في السيكن تيوب، بالتالي الاريشن والفانكشن بتاعته بتبقى وحشه جدا، وبالتالي العين ده بيفضل عنده شكوى، يبقى الجمله دي غلط. وساعتها العلاج زي ما قلت لك هو تي تيوب نوت اجرامت تيوب. This is a patient. الله، لون احمر ورا انتاكت درام. او حد فيكم يقول لي ده بره باين قوي انها جوه. This is a patient complaining from pulsatile tinnitus. اهو تاني والله. Which decreases by pressure.
on the neck وsometimes decreases by pressure ممكن يجيلك سؤال كده by sigilization يعني لما اجي اعمل انفخ ابص اللون ده بيفيد او لما اجي اضغط على النك بره ممكن احس البلساتايل تندس يقل لانك انت كمان انت بتدوس في النك على الجاجلر فاهمني ازاي مين ده بقى اللي التيومر لونه ريدش اللي في الميدل اير اللي بيعمل بلساتايل تينيتس يا راجل خلاص انت مش محتاج مني كلام تاني ولو دوست على الجاجولر بره ممكن البلسيشنز تقل ولو عملت نيوماتيك سكوبي ممكن كمان يفيد طيب ده جلوماس تيومر This is called red flamingo appearance red flamingo appearance لا red flamingo appearance دي شوارتز ساين دي بتاعه الاوتوسكليروزس انما دي الريدش كولر ده اسمه سان رايز ابييرنس سان رايز كانه شروق الشمس يعني هو كده بيقولوا كده انا مش شايف شمس ولا حاجه بس هو بيقولوا كده بيقولوا انه ده لانها جايه من تحت لفوق يعني ده شروق الشمس يبقى دي ما اسمهاش ريد فلامينجو ابييرنس This patient might need radiological. ده مش might need. It is a must. لازم يعمل CT scan ويعمل MRI ويعمل MR angiography كمان عشان يعرف الـ feeding vessels. He might present later with bleeding per ear. صح. لأنه ممكن يأرود الـ eardrum ويحصل bleeding per ear. Pneumatoscopy will show Schwartz sign. يعني لما تيجي تنفخ هتشوف حاجة اسمها Schwartz sign. قلت لك غلط. Schwartz sign اللي هي red flamingo appearance. دي بتاعت الـ autosclerosis. إنما لما تيجي تنفخ على الـ eardrum اللون ده بيفيد اللون ده بيختفي ليه بيختفي لانك انت بتضغط على البلد فيسلز فيدنج فيسلز فاللون بيختفي في حاجه اسمها براون ساين براون ساين يبقى الجمله دي غلط انذر نيم از كيمودكتوما صح ده واحد من الاسماء بتاعتها وسموها كده ليه او باراجانجليوما لانها ليها بتسكريت يعني هي ليها كيمو ريسبتورز هي بتسكريت خلاص فانذر نيم از كيمودكتوما او باراجانجليوما الجمله دي صحيحه طيب a boxer with a recent ear trauma of one knee day duration خد بالك ابوس ايدك a boxer trauma recent ear trauma recent one day ليه لان انا مش عايزك تفكر في auricular abscess الابسس ده بيكون عدى عليه 3 4 5 ايام انما ده recent يبقى auricular hematoma this type of disease is common yes the disease اللي في الاوركل والديزيز اللي في النوز نتيجه التروما is very common ليه لان هما exposed parts فهو yes it is very common تشوف الافلام بتاعه المغامرات سواء العربي او الاجنبي بص لقيت انضرب على الودن تشوف البوكسرز في ال في الراسل مانيا بتتفرج عليهم بيكسروا بعض يعني انت عمال مبهدلين بعض ضرب الحاجات اللي بتتكسر وتبوظ ايه النوز تعمل هيماتوما والاير تعمل هيماتوما it is painful and tender طيب ناخد بالنا painful yes tender لا صح painful ليه painful عشان في stretch لان في دم بيتجمع جوه tender لا لانها مش infection انما لو قلت لك دي مثلا of 5 days duration ده كده بقى خلاص painful tender لانه بقى abscess organized hematoma وتحول لابسس فده 1 day duration يبقى painful yes stretch but not tender no infection aspiration might help aspiration only might help في فرق كبير قوي ما بين الجملتين aspiration might help yes it might help بس ساعتها لازم تحط عليه compression وتدي prophylactic antibiotics انما aspiration only might help الجمله دي غلط لان aspiration لوحده مش صح مش كافي هتفضيه يا فرحتي بعد ما تفضيه وما عملتش pressure ما عملتش باك ومستويت دريسنج قوي عليه او بريشر عليه وعملت لفه كده وعصابه حوالين الراس هيتجمع تاني يبقى الاسبريشن كان هيلب ان سمثينج كان هيلب ان دايجنوزس انك تعرف ان دي هيماتوما مش ابسس هيماتوما يطلع بلاد انما لو ابسس يطلع لك بس يطلع لك بيرولنت ديسشارج فاسبريشن مايت هيلب ريزوليوشن صح انما اسبريشن اونلي مايت هيلب ريزوليوشن غلط لازم يكون اسبريشن بلس باكينج بلس او يعني بلس دريسنج يعني اللي هو بريشر باندج بلس انتي بايوتكس If left untreated, لو سبته, it might need more extensive management. صح. لو سبته يبدأ يتحول ل organized hematoma. يتحول ل abscess. يتحول ل perichondritis. يبقى أنت if left هيحتاج extensive management زي مثلا incision and drainage زي مثلا debridement. Antibiotics can be given to this patient. Yes, it can be given حتى لو مفيش inflammation. ليه؟ لأنك أنت عايز تمنع تحوله من hematoma ل abscess. يبقى can be given prophylactic. طيب this patient is having a history of trauma 5 months ago trauma من 5 شهور ما بقتش acute بقى
طيب السؤال الاولاني this condition is painful. طبعا لا painful ده في الاكيوت. This condition اللي انت شايفه ده قدامك ايه؟ شايف diffuse change in the shape. ايه السيكوي اللي بتحصل بعد التروما من 5 شهور؟ طبعا حد يقول لي abscess برضو still acute بس اسبوع يعني. انما احنا بنتكلم على حاجه عدنا 5 شهور pericondritis. ارجوك تكير مش pericondritis بس كمان بيتكون احيانا عليها cauliflower ear. يعني مش بس pericondritis كمان cauliflower ear later on. طيب this is painful. This condition, this is painful. لو أنا قلت لك this is painful وجبت لك دي مثلا على cauliflower ear. دي cauliflower ear. This is painful. طبعا غلط. It's not painful. خلاص عدينا المرحلة اللي فاتت. المرحلة اللي فاتت اللي هي كانت من 5 شهور فاتوا كانوا إيه؟ كان الهيماتوم الأول. ثم الأورجنايزد هيماتوم. ثم الأبسس. ثم البيريكوندرايتس. كل الكلام ده حصل زمان. إنما دلوقتي 5 شهور it is not painful. ده بيريكوندرايتس. ده مش بيريكوندرايتس. ده cauliflower ear. على فكرة خد بالك بقى عشان اوضح لك النقطة دي. انا I can use the same slide واقدر اجيبه لك وحط لك فوق في الهيستوري كلمة painful واكتب لك انه من 10 ايام. ساعتها انت هتقولي الاجابة pericondritis وساعتها بقت painful. فارجوك خد بالك من السطر وخد بالك من الديوريشن. تروما 5 months ago it cannot be pericondritis right now my dear. It can be only what? It can be only cauliflower ear. So it is not painful. Medical treatment would help. No. Medical treatment has no role in cauliflower ear. This needs surgical intervention. Yes. لو أنا عايز أجمل الودن هحتاج أعمل surgical intervention. This is a sequelae of neglected trauma. صح. قلت لك هيماتوما organized hematoma abscess pericondritis ثم لاحقا cauliflower ear لما يكون عدى عليك chronic time like اللي انت شايفه ده. It may present with abscess formation. ال cauliflower ear cannot present with abscess formation. إنما لو كان السلايد ده pericondritis ومكتوب لك هنا pain ومكتوب لك هنا duration صغيرة 10 days مثلا أسبوع يبقى ساعتها كان ممكن يحصل معها abscess. Cauliflower ear is not a painful condition. It's not associated with abscess. It needs surgical correction and it is definitely a sequelae of neglected trauma. This condition is since birth. الطفل مولود بإيه؟ ال ear deformed, microtia والكنال مسدودة يبقى نيتا الاتريزيا. It may happen unilateral or bilateral. طبعا صح. ممكن تحصل في ناحيه واحده ممكن تحصل في الناحيتين. الاطفال اللي عندهم كونجنت انوماليز بنعمل لهم جود تشيك لانه ممكن يكون عنده كذا انومالي في كذا مكان. CT scan is needed طبعا عشان اطمن ان مفيش inner ear anomaly وعشان اطمن ان مفيش other anomalies. Preschool intervention is mandatory. قلت لك زمان ايوه مطلوب انك تعمل تدخل الجراحي بتاعك وتصلح ده قبل ميعاد المدرسه. ليه؟ علشان السايكولوجيكال امباكت. باها can be used if unilateral. ايه باها دي؟ bone anchored hearing aid. تفتكر كنا بنركبها امتى البون anchored hearing aid دي؟ عشان الطفل يسمع لو كان عنده bilateral disease. يعني لو عنده bilateral microtia وميتال اتريزيا الطفل ده مش هيسمع حلو. طب هيتعلم الكلام ازاي؟ نركب له باها bone anchored hearing aid ودي احتمال نشوفها في المحاضره الجايه ان شاء الله. طيب if it is unilateral لا الجمله دي غلط. انما لو bilateral تتركب الباها يسمع لحد ما يجي معاد التدخل الجراحي بري سكول. Plastic surgery without canaloplasty is needed. ايه رأي حضرتك؟ Plastic surgery يعني auriculoplasty without canaloplasty. لا طبعا في الحالة دي محتاج canaloplasty. ميت الاتريزيا هي. يبقى الحل الصحيح بتاع المريض ده plastic surgery هي auriculoplasty with canaloplasty. انما لو جاب لك الكنال مفتوحة يعني كنال patent يبقى ساعتها تعمل auriculoplasty only. ده CT scan of a 5-year-old child. CT scan 5-year-old child. طيب اول جمله قالها لك ماستودايتس از سين ان ذا سكان. ده الماستودايت ده الماستودايت ما بص عليهم اللون الاسود معناها ارييتد يبقى نو ماستودايتس. لان لو هتشوف ماستودايتس هيكون اللون زي ده جراي ده معناها ماستودايتس. اما بالشكل ده هي ارييتد يعني طبيعيه. امال الديزيز ده ايه؟ بص كده حضرتك معايا على الكنال دي. طب بص حضرتك معايا هنا هنا مفيش كنال هنا مفيش اير كنال يبقى هنا في ايه؟ microtia ميتال اتريزيا. This child needs hearing assessment. Yes, he needs hearing assessment لأن عنده microtia وعنده ميتال اتريزيا. This child will benefit from surgical intervention. Yes, he will benefit from auriculoplasty and canaloplasty. It is a result of congenital anomaly of the first branchial arch. Yes, congenital anomalies of the external canal is related to the first and the second branchial arches. The disease in this case is unilateral. In this case, the disease is unilateral. صح هنا لان هنا سليم. بس it can happen unilateral and bilateral.
هنا انا بتكلم على الحالة دي. طيب a child 7 years old duration. طيب a child 7 years old duration بالشكل ده انا مغطي عينه زي ما حضرتك شايف، هو موجود عندك في السلايدز. A congenital anomaly of the first and second branchial arches. انا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن ده وبتكلم عن ده. Bat ear، قلت لك زمان بلاش اقول bat ear، قول protruding ear او lob ear. طيب congenital anomaly of the first and second branchial arches صح. Surgical intervention is a must. هو surgical intervention is needed بس لو عام متضايق. لو العيان مش متضايق ما تبقاش ماست. عارفين ممثلين كتير قوي كان عندهم زمان بات اير، في حد منهم انتوا عارفينه كويس قوي كان زمان في بات اير او كان زمان في بروترودينج اير وعملها لما كبر، انما كان في الاول خالص في اول حياته الفنيه كان عنده دي. اذا دي مش خطيره لدرجه ان انا لازم اعملها اذا ماست؟ لا طبعا مش مطلوبه. سيرجيكال انترفنشن از نوت ا ماست بات از نيدد. سيرجري وود بي اوريكولوبلاستي صح. اوريكولوبلاستي ريدكشن اوريكولوبلاستي بس الجمله صحيحه. سي تي سكان از ا ماست. نو سي تي سكان از نوت نيدد ات اول لان ما عندوش اي حاجه ثانيه انا جبت لك سيرتها ككونجنتال انومالي. سايكولوجيكال بروبلم سي تي سكان از ا ماست. نو اتس نوت ا ماست. سي تي سكان كان بي دان تو جيت انذر كونجنتال انومالي ان فيو بس اتس نوت ا ماست. لو العيان ده عنده 7 سنين وما عندوش اي مشكله غير البروتودينج اير يبقى اتس نوت ا ماست. سايكولوجيكال بروبلمز مايت ريز اتنشن صح طبعا. بري سكول او سكول الاطفال ما بيبطلوش يتكلموا على بعض. سايكولوجيكال بروبلمز يس مايت ريز ذا اتنشن. Painful swelling. Painful swelling. Pushing the auricle forwards and downwards. يعني الأوريكل مزول قدام والتحت. مين ده؟ Mastoid. Mastoiditis. It might be associated with tender tragus. Wrong. It is associated with tender mastoid, tender simba. Conca. إنما مش tender tragus. Tender tragus دي الغيس external. Reservoir sign is diagnostic. صح. افتكر معايا الماستوديتس والماستويد ابسس كنت قايل لك ان الريزرفوار ساين اللي هي بروفيوز ديسشارج بينزل الود تعمل له سكشن يرجع تاني دي دايجنوستيك. اف فلكتونت يعني لو سويلنج ده فلكتونت ات كان ريسولف وذ انتي بايوتكس الون. رونج. ات شود بي دان انسيجن اند درينج از لونج از فلكتونت يبقى في ابسس. لو مش فلكتونت يبقى ستيل سيليولايتس او ماستوديتس. يبقى الجمله دي انتي بايوتكس الون لو فلكتونت لا غلط. Surgical intervention depends on the disease type and extension. طبعا لان لو disease type كان safe ear هتعمل cortical لو cortical mastoidectomy، انما لو كان كان cholesteatoma هتعمل radical. والextension لو كان الاكستنشن بتاعها مثلا رايح للتيب mastoid غير لما يكون رايح مثلا للاتك للتاجمن الحاجات دي كلها بتزود حجم الانترفنشن سيرجيكال. يبقى يس الجمله دي صحيحه. It can lead to abscess in the submandibular region. فاكر معايا زمان قلت لك ان الماستويد ابسس او الماستويدايتس ينفع يمشي على الاسترنو ماستويد شيث يعمل ابسس في النك وينفع يمشي على الشيث بتاعت الدايجاستريك ويوصل للسبمانديبولار ريجون يعمل ابسس هناك اسمه سيتيليز ابسس. خلاص بيزلد لو كان في النك ستيلي لو كان في السبمانديبولار ريجون. It can lead to abscess. Yes الجملة دي صحيحة. CT scan of a child with profuse ear discharge. Profuse ear discharge. Reservoir sign. And painful. Painful. Painful post-auricular region. Post-auricular region يعني الماستويد. على ما أعتقد الجملة دي مكتوبة عندكم على أنها ماستويد abscess. هو أنا حقيقي عشان أقول abscess لازم أشوف هنا في swelling على الجلد في المكان ده تحديدا. انما انا كل اللي شايفه في السلايد هو البيكتشر بتاعه الماستويدايتس. فدي ماستويد اهو ارييتد شايف لونه اسود جميل خالص ودي اهو زي ما حضرتك شايف اهو في الصوره. انا قلت لك خد بالك هتلاقي اللون بتاع الماستويدايتس شبه اللون ده. فانت عندك هنا اوباسيفيكيشن اهو. انما حقيقي لو عايز اقول ابسس هلقى هنا في كولكشن جنب الودن ورا الودن على طول هلقى في كولكشن والتيشوز دي كبيره عشان اسميه ابسس. فانا همشي مع السلايد ده على انه ماستويدايتس. خلاص this patient may benefit from mastoidectomy operation. yes may benefit لان هو عنده mastoiditis وعنده profuse ear discharge وعنده painful mastoid region. the condition might lead to tender mastoid tip. yes tender mastoid tip tender simba conca. sagging of posterior superior canal wall is diagnostic. yes sagging is diagnostic reservoir sign is diagnostic. وخد بالك من الوول اوعى تتخدع لان ممكن اقول لك of anterior superior canal wall يبقى غلط. لا لازم اقول posterior superior canal wall. لازم الاثنين canal wall. this is an intracranial complication. غلط. this is a cranial not intracranial. this is a cranial. this patient needs hospitalization. any patient علمتك زمان في محاضراتنا with complication needs hospitalization عشان تعرف تعمل له الانتيبيوتكس intravenous تعرف تعمل له CT scan وتعرف تقرر السيرجري بتاعتك. فهي الجمله صحيحه. discharging sinus post auricular behind the ear after 1 week. 1 week
very fluctuant tender swelling. كان هنا في behind the ear very tender fluctuant يعني abscess swelling وبعدين السينس ده اتفتح. ايه رأي حضرتك؟ ده mastoid fistula او mastoid sinus. Diagnosis is infected pre-auricular sinus. كنا غلط. Supposed auricular sinus اللي هو يعني mastoid. It needs medical treatment. فاكر زمان قلت لك السيكوري بتاعت الماسوديتس يعمل ابسس والابسس اللي هو الماسود ابسس ممكن يعمل بيزل ممكن يعمل بيرفوريشن وممكن البيرفوريشن ده هو الفيستولا ماسويد فيستولا. It needs a CT scan. Yes, it needs a CT scan لان انا عايز اعرف الباثولوجي جوه عامل ازاي. لسه جايب لك صوره CT scan في السلايد اللي فات. It can be a sequelae of acute otitis media. Yes, acute otitis media واكيوت سيف otitis media acute exacerbation on top of safe otitis media وunsafe otitis media التلاتة يقدروا يعملوا mastoiditis. It can be a sequelae of acute otitis media. Yes, this is definitely right. Hospitalization is needed 100%. Hospitalization is needed. قلت لك أي complication لازم تخلي العام بتاعك محجوز. A 42-year-old man سبب إن أنا بجيب anomaly congenital بعد inflammation هو الترتيب ليس أكثر ولا أقل. أنا لو برتب صح هاخد السلايد ده واحطه في مكان وسط الكونجنيتالز بس انا ماشي بترتيب السلايدز بتاعتك فما تزعلش ان انا باخدك من اليمين للشمال للشمال انا باخد بالترتيب بتاعك. This is a traumatic condition. ده عنده 42 سنه بصيت لقيت عنده ايه accessory auricles انا مالي عنده 42 سنه ان شاء الله يكون عنده 100 سنه. This is a congenital problem. Surgery is a must. يا راجل ما هي لو ماست كان عملها هو ما عملهاش. Accessory auricles دي حاجه في الشكل يعملها ما يعملهاش ده راجع له. Surgery is needed yes but surgery is not a must. It can happen along the line from tragus to angle of the mouth. يعني يقدر الاكسسوري اوريجن تحصل هنا ممكن تحصل هنا ممكن تحصل هنا ممكن تحصل هنا ممكن تحصل هنا لحد الانجل اوف ذا ماوث من اول التريجس لحد هنا. اشمعنى يعني الخط ده دكتور حازم بيقول لي صح لان ده اللاين اوف فيوجن بين المانديبولر والماكسيلري بروسيسز ده في في الديفلوبمنت الامبريولوجيكال. لما بيحصل انترابمنت بقى السكين وكارتليج هنا على اللونج لاين اوف فيوجن ده ممكن تكون الاكسسوري اوريجن هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. يبقى الجمله دي صحيحه. It is caused by entrapment of endoderm. غلط مش endoderm. endoderm يعني الاعصاب انما هو epithelial مع sometimes mesoderm عشان الكارتليج. It might be associated with other congenital anomalies. قلتها لك من شويه قلت لك اي congenital anomaly لازم نعمل سيرش على other congenital anomalies فالجمله دي صحيحه. طلب الطب انتوا ما شاء الله احسن طلاب شدوا حيلكم اجتهدوا ده اخر سلايد معايا النهارده وان شاء الله باذن الله يلحق بقيه المجموعه اللي موجوده عندكم في الفايل واتمنى يكون كل محاضره النهارده وصلت لكم وانا اسالكم الدعاء ونشوفكم على خير وثانك يو سو ماتش.